حطيت جامعة أبو بكر بالقائد أول وحدة، لأن هذا اللي تخرجنا منها كيف ناكل الناس. وبعدها عدة شهادات كان الحمد لله ربي وفقنا وخدناهم عبر الوقت. وفي نفس الوقت كذلك ما كنتش كذلك من العاجزين، برك نخدم في الخارج، حاولت كذلك ننشأ شركة هنا في الجزائر للابليكيشنز وأشياء كثيرة، وزدت عاود كذلك الحمد لله شركة ثانية للصناعة، لأنه بنحاول قدر المستطاع نساعده هنا في الجزائر ونكونوا دائما هنا في الجزائر. في نفس الوقت شركات كثيرة كنت عديت عليهم كلهم في التليكوميونيكيشن، عندي يعني تقريبا 20 سنة في الميدان الاتصالات. نعطي نبدا، كنت انا من بين الحمد لله من بين المنظمين لكاس العالم، وكنت ماسك كل الاي سي تي اللي هي اللي شفناهم في التلفازه، هذه كنت انا المسؤول على الترانسميشن بتاعتها. الله يبارك. والحمد لله كان عندنا تشريف كبير، يعني بعد ما فضينا كاس العالم الجزائر لا كانت حاضره صح، يعني نقولها لكم لما كان يوم القرعه، لما كانت خسرت الجزائر انا كنت ورا الستار، الستار هذاك اللي هناك كنت هناك. وفي اليوم هذا كان لما يقول الجزائر على بالك يعني لحم شوك ما فيهاش كلام، بس الحمد لله يعني كنا هناك وكانوا جزائريين كثير معنا، وبيناتهم اخي حميد كذلك كان في الباركينج وكل واحد في مكان. هادو بعض الاحصائيات، وبرك نعلمكم كيفاش كانت في كاس العالم. نعرفوا كلنا كان في 8 وورد كاب يعني ستاديومز، ولكن كان فيه كذا فينيوز، يعني ما كانش هادو برك، كان عندنا حوالي 150 ايفنت لوكيشن اند ايفنت، الكاميرات في كل الاماكن وكل حاجه كنا نعملهم. حبيت نحطها بالاخضر هذيك اللي هي زيرو انسيدنت، لاول مره من 2002 مسؤولين الفيفا قال لك عمرنا ما حصلت اننا عملنا فيفا وورد كاب من غير انسيدنت. الانسيدنت معناتها ما فيش كوبير، معناتها ما فيش انقطاع في البت خالص. وصلنا لان كان احنا كنا يعني كمسؤولين الاتصال كانوا يحاسبونا بالسكند، لو سكند يعني الايمج برك تتوقف احنا مسؤولين عليها. والحمد لله غيرت لهم كذلك، كان لي واحد الشرف اني حتى البروسيس اللي عملوه غيرت لهم فيه، رغم انه كان قال لك انت لازم تاخذ الريسك، كانت من اخرتها للجزائر على طول.